بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد في دروس مادة الرياضيات الموجهة للأقسام النهائية الشعب العلمية، ومع دراسة الدوال الأسية ومع التمرين الثاني. طبعا كنا رأينا في الحصة الماضية تمرين يتضمن دالة أسية، ودرسنا تغيرات هذه الدالة وأنشأنا المنحنى، إضافة إلى بعض الأسئلة ومتفرقات. إذا تمرين ثاني، أعطيت لنا الدالة F المعرفة بأسية واحد على X، وهي دالة مركبة من دالتين، الدالة الأولى الدالة المقلوب، والثانية الدالة الأسية. سيتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. السؤال الأول، احسب النهايات عند أطراف مجموعة تعريف الدالة F. السؤال الثاني، أدرس اتجاه تغير الدالة F وشكل جدول تغيراتها. السؤال الثالث، جد معادلة المماس للمنحنى سي في النقطة ذات الفاصلة واحد. السؤال الرابع، أنشئ سي. سؤال رقم خمسة، نعتبر الدالة جي المعرفة على R ناقص المجموعة مكون من واحد بالشكل التالي، جي إكس تساوي أسية واحد على إكس ناقص واحد زائد واحد. اشرح كيف يمكنك إنشاء سي جي انطلاقا من سي. ثم طلب منا أن نرسم المنحنى سي جي في معلم آخر. الآن نشرع في حل التمرين. الحل، أعطيت لنا عبارة F لإكس تساوي أسية واحد على إكس، ومجموعة التعريف هي R نجمة، يعني من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر مفتوح، اتحاد من صفر إلى زائد ما لا نهاية. وطلب منا أن نحسب هاته النهايات، عددها طبعا أربع. إذا أول نهاية نبدأ بها هي نهاية F لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية مثلا. كم تساوي؟ نعوض، واحد على ناقص ما لا نهاية تعطينا صفر في جدول النهايات، أسية صفر كم؟ إذا واحد، واضح؟ وكذلك عند الزائد ما لا نهاية، واحد على زائد ما لا نهاية تعطينا صفر، أسية صفر تساوي واحد. إذا نستطيع أن نكتبها جملة بهذه الكيفية. إذا نهاية f x لما القيمة المطلقة x تؤول إلى الزائد ما لا نهاية، نقصد بها x تؤول إلى زائد ما لا نهاية و x تؤول ناقص ما، يعطي نفس النتيجة تساوي واحد. السبب كشرح لماذا؟ لأن نهاية أسية واحد على إكس لما القيمة المطلقة لإكس تؤول زائد ما لا نهاية، سواء كانت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية أو إكس تؤول إلى ناقص ما، كلاهما يعطي نفس الحل. إذا أصبح أسية تي، حيث وضعنا تي يساوي واحد على إكس لما نعوض x بزائد ما لا نهاية تعطينا 1 على ما لا نهاية تعطينا 0، ولما نعوض x بناقص ما لا نهاية تعطينا 1 ناقص ما لا نهاية، إذا كلاهما يعطينا t يؤول إلى 0، ونعوض تصبح أسية 0 كم تساوي 1. هذا فيما يخص نهاية fx لما x تؤول إلى الزائد ما لا نهاية و x تؤول إلى الناقص ما لا نهاية. نمر الآن إلى نهاية f لإكس لما إكس تؤول إلى الصفر بقيم أكبر، واحد على صفر موجب تعطينا زائد ما لا نهاية، وأسية زائد ما لا نهاية كما يعلم الجميع هي زائد ما لا نهاية. طريقة الآن شرح هذه النهاية، السبب لأن نهاية أسية واحد على إكس لما x تؤول للصفر بقيم أكبر
تساوي نهاية أسيتي، نطبق في نهاية دالة مركبة حيث وضعنا في هذه الحالة تي يساوي واحد إلى إكس. لما إكس يؤول للصفر بقيم أكبر معناه واحد على صفر موجب، إذا تعطينا زائد ما لا نهاية، وهذه النهاية شهيرة تساوي زائد ما لا نهاية. نعرج الآن إلى النهاية من جهة اليسار، لما إكس تؤول للصفر بقيم أصغر، إذا نهاية إف لإكس لما إكس يؤول للصفر بقيم أصغر، هذه تعطينا واحد على صفر سالب، إذا ناقص ما لا نهاية، وأسية ناقص ما لا نهاية تعطينا الصفر. الشرح لماذا؟ لأن نهاية أسية واحد على إكس لما إكس تؤول للصفر بقيم أصغر تساوي نهاية أسية تي تؤول، إذا وضعنا تي تساوي واحد على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أصغر يعني صفر سالب، تصبح واحد على صفر سالب، إذا تعطينا ناقص ما لا نهاية، وهذه نهاية شهيرة كما تعلمون تساوي الصفر، ونكون بذلك قد أجبنا على السؤال الأول. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 2، ضمننا دراسة اتجاه تغير الدالة F. دراسة اتجاه تغير الدالة F. أول عنصر الذي يحدد اتجاه تغير الدالة F هو المشتقة وإشارتها. إذن أولا نحسب عبارة F فتحة لX مشتقة من أجل كل X من دي، فإن الدالة قابلة للاشتقاق كمركب دالتين، الدالة مقلوب قابلة للاشتقاق على المجالين ناقص ما لا نهاية صفر، صفر زائد نهاية طبعا، والدالة الأسية قابلة للاشتقاق على R، وبالتالي قابلة للاشتقاق على D. كيف نشتق هذا؟ إذا نشتق الأس اللي هو واحد على X كما رأينا فتحة في أسية واحد على X، القانون أسية إي كيف نشتقها؟ نشتق الأس يعني إي فتحة في أسية إي، إذا هذا القانون طبقناه. طبعا الجميع يعلم أن مشتقة الدالة مقلوب، نظن الجميع حافظها، هي ناقص واحد على إكس مربع مباشرة، أي إف فتحة لي إكس تساوي ناقص واحد على إكس مربع في أسية واحد على إكس. اللي راه مش حافظ القانون يطبق القانون، واحد على اكس مشتقاته تساوي، اللي حافظ مقلوب داله يطبق مشتق مقلوب داله، واللي حافظ القانون العام مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على مربع المقام يجد نفس النتيجه، مشتق البسط صفر، اذا صفر في المقام اكس ناقص مشتق المقام، مشتق اكس كم؟ واحد، في البسط واحد على مربع المقام، وسوف تجدون ناقص واحد على إكس مربع. نريد الآن إشارة المشتقة، الخطوة الثانية إشارة المشتق. طبعا ما دام الإشارة واضحة للعيان تكتب مباشرة، نعلم أن الأسية سواء كانت أسية إكس أو أسية إي، إذن هذه دالة موجبة تماما، مع هذه عكم تلاحظوا فيها هذا إكس مربع تاء، إكس مربع هو مربع تام فهو موجب، والبسط سالب، إذا الكسر هذا واضح سالب، سالب في موجب النتيجة سالب، إذا واضح أنه، إذا واضح أنه من أجل كل إكس من دي، إذا واضح أنه من أجل كل إكس من دي إف فتحة لإكس سالبة، والسبب لأن أسية واحد على إكس أكبر تماما من الصفر، إذن فهي موجبة تماما، أسية واحد على إكس موجبة تماما مشتقة سالبة، إذن إف ماذا نقول عنها؟ متناقصة تماما، وحذاري أن تقول متناقصة مع لدي،
دي عبارة عن اتحاد مجالين، إذا نكتب كل مجال على حدة، إذا اف متناقصة تماما على كل من المجالين صفر زائد ما لا نهاية، والمجال الثاني ناقص ما لا نهاية صفر، وعليه نكون بذلك قد انتهينا من جدول تغيرات هذه الدالة، تغيرات هذه الدالة أو اتجاه التغير. الآن نمر إلى تشكيل جدول تغيراتها. إذن جدول تغيرات الدالة F يعطى بالشكل التالي: هذه X، F فتحة لX، ثم F لX هكذا. مجال التعريف ناقص ما لا نهاية الصفر زائد ما لا نهاية الصفر، قيمة ممنوعة، إذن خطين بهذه الكيفية. المشتقة وجدناها سالبة، إذن الدالة متناقصة بهذه الكيفية. هكذا نكبر هذه نوعا ما تكون الأمور واضحة. هكذا إذن هنا متناقصة أيضا. البيانات عند الناقص ما لا نهاية ماذا وجدنا؟ وجدنا واحد، فنكتب واحد. أصغر من الصفر، أصغر من الصفر هذه وجدنا صفر. أكبر من الصفر ماذا وجدنا؟ أكبر من الصفر وجدنا زائد ما لا نهاية، نكتب زائد ما لا نهاية. وعند الزائد ما لا نهاية وجدنا واحد. إذا هذا هو جدول تغيرات هذه الدالة. بقي الآن السؤال رقم 3، 4، و5. إذا نحاول الآن نجيب على هذه الأسئلة تباعا. السؤال رقم 3، طبعا كتبت لكم الآن الأشياء التي نحتاجها في تكملة الأسئلة، هذه المشتقة وجدول التغيرات كتبت بهذه الكيفية لكي يبقى لنا متسع من السبورة لكي نجيب على باقي الأسئلة. إذن السؤال الثالث، طلب منا إيجاد معادلة المماس للمنحنسي في النقطة ذات الفاصلة 1. الجميع يعلم أن معادلة المماس للمنحنسي في أي نقطة من نقاطه، طبعا إذا كانت دالة قابلة للاشتقاق، فهي تعطى بالشكل التالي: y تساوي f فتحة ل x صفر في x ناقص x صفر زائد f ل x صفر. هذه هي معادلة المماس، حيث x صفر أعطي لنا في هذه الحالة هو واحد. إذا نواصل التعويض، أصبح f فتحة لواحد في x ناقص واحد زائد f لواحد. هنا نعوض في المشتقة بواحد، وهنا نعوضه في الدالة بواحد. إذا حاول تتابع معي التعويض: ناقص واحد على واحد مربع تعطينا ناقص واحد على واحد، يعني النتيجة ناقص واحد. وهنا واحد على واحد تعطينا واحد، تعطينا أ، ناقص واحد في أ إذا تعطينا ناقص أ. في X ناقص واحد وF لواحد، نعوض هنا X بواحد، ولي واحد على واحد يعني واحد، والسية الواحد هي أ. طبعا بالنسبة لمعادلة المماس يجب أن نكتبها على الشكل Y يساوي AX زائد B بهذه الطريقة. إذا نقوم بالنشر فنحصل على ناقص أ في X زائد أ زائد أ، ومنه نحصل على معادلة المماس. إذن ومنه معادلة المماس هي تي، رمزنا بالرمز تي، إيغريك يساوي ناقص أ في إكس وليس أسية إكس زائد أ زائد أ تعطينا 2 أ. ممكن الطالب يتساءل يقول مثلا نعوض أ ب 2.71، 2.71 هذه قيمة تقريبية، وفي الرياضيات نتجنب القيم التقريبية إلا في حالة سؤال خاص بحصر، أو مثلا نريد إنشاء نقطة فاصلتها أ أو ترتيبها أ مثلا، هنا نحتاج إلى القيمة التقريبية. أ تعامل معها مثل بي جذر 2 مثلا، دائما جذر 2 نتركه في الحسابات، لكن في الحسابات التقريبية يمكن نعوضه ب1.41. إذا هذه هي معادلة المماس، طبعا ميله يساوي ناقص أ. نعرج الآن إلى السؤال الرابع.
إنشاء المنحنى سي. بالنسبة لإنشاء المنحنى سي نأخذ جميع العناصر التي تساعدنا في الرسم، من بينها المستقيمات المقاربة أولا. إذن الخطوة الأولى المستقيمات المقاربة، هذه أول شيء نذكرها على جناح السرعة. إذن ما هي المستقيمات المقاربة؟ إذن عندنا راكم تلاحظوا مجموعة تعريف فيها قيمة منوعة هي صفر، والصفر نهاية اف اكس لما اكس تؤول للصفر بقيم أصغر، راكم تلاحظوا تعطينا عدد هذا لا يمثل مستقيم مقارب بقيم أصغر، وبقيم أكبر تعطينا زائد ما لا نهاية. إذن اكس يساوي الصفر، هذه معادلة مستقيم مقارب، معادلة مستقيم مقارب. ما هو؟ حامل محور التراتيب، هذا العمود كاين واحد فقط. لاحظوا هنا ناقص ما لا نهاية، يعني عندما x يؤول ناقص ما f x إلى أين تؤول؟ تؤول إلى الواحد. إذا ناقص ما يقابل عدد، وهنا زائد ما يقابل نفس العدد، إذا y يساوي واحد، معادلة مستقيم مقارب أفقي، يعني يوازي مقارب طبعا للمنحنى سي، يوازي محور الفواصل، مقارب للمنحنى سي يوازي محور الفواصل. طبعا الماء غير موجود لان ما لا نهايه لا يقابلها ما لا نهايه. يبقى لنا الان النقط المساعده، اثنين النقط المساعده خاصه نقاط تقاطع المنحنى مع محور التراتيب ومع محور الفواصل. اول شيء مع محور التراتيب المفروض نعوضه بالصفر، لكن الصفر قيمة ممنوعة، إذا تساوي المجموعة الخالية، والسبب لأن الصفر لا ينتمي إلى د مجموعة التعريف. الآن مع محور الفواصل المفروض نحل المعادلة f x تساوي صفر. قبل معالجة هذه المعادلة خاصة في دوال أخرى ننظر إلى الجدول، هل ممكن f x تساوي صفر؟ طبعا الجواب لا، لأن هذا الصفر راه مفتوح لأنه يقابل الصفر بقيم أصغر. إذن هذا المجال هو الصفر مفتوح إلى واحد مفتوح، وهنا من واحد مفتوح إلى زائد ما لا نهاية، فواضح حسب الجدول أن المنحنى لا يقطع محور الفواصل، يعني المعادلة اف اكس تساوي صفر ليس لها حل. هذه طريقة. طريقة ثانية من عبارتها أسية واحدة لا اكس تساوي صفر ليس لها حلا في آل. لماذا؟ لأن أسية واحدة لإكس دائما موجبة تماما. فنقول عندئذ أن نقاط تقاطع المنحنى مع محور الفواصل هي المجموعة الخالية. بقي الآن الرسم إنشاء سي. إذا نقيم معلم متعامد ومتجانس بهذه الكيفية. ونترجم جدول التغيرات إلى هذا الرسم. هذا شعاع الوحدة E، شعاع الوحدة G، نوضحه دائما في الرسم. الآن نترجم. إذا عدنا أولا النقاط المساعدة غير موجودة، هي نقاط تقاطع المنحنى مع محور تراتيب ومع محور الفواصل. طبعا ممكن بإمكانك تستعمل جدول تحسب في كل مرة صورة X حيث X ينتمي لD. هذا من ناحية نقطة. أما المستقيمات المقاربة نرسمها، X يساوي صفر هو محور التراتيب مرسوم، قام نرسمه إيكراك يساوي واحد. إذن إيكراك يساوي واحد هو مستقيم مقارب في الجهتين، في جوار ناقص ما وفي جوار زائد ما لا نهاية، هذا هو إيكراك يساوي واحد، ونكمله بهذه الكيفية.
راكم تلاحظوا لماذا؟ شوف هنا دائما دائما ننصح التلاميذ باللي يبينوا الشعاع الوحدائي الشعاع الوحداجي لكي لا نخلط بين هذا المستقيم وهذا المستقيم، هذا محور الفواصل وهذا مستقيم عفوا يوازي محور الفواصل، المعاد تاعو إيكغيك يساوي واحد. إذا رسمنا المستقيمات المقاربة الآن ننتقل إلى ترجمة الجدول في هذا الرسم. نبدأ أولا بالسهم هذا، عندي سهمين، السهم الأول السهم الثاني، نحدد بداية السهم، طبعا لما نقول بداية السهم لا نقول واحد، دائما نقرأ إكس و إف إكس يعني كأنها نقطة. إذا ناقص ما لا نهاية، طبعا الكتابة غير جائزة فقط للشرح، واحد. هذه ناقص ما لا نهاية إكس بالنسبة لنا، هذه هي إكس ناقص ما لا نهاية، نطلع للواحد، هذا الواحد. مستقيم مقارب ندير خط تحته وخط فوقه. قريبا منه لأنه مستقيم مقارب. نهاية السهم ما هي؟ صفر صفر. صح تلاحظوا الآن الصفر هذا لا ينتمي لـ D. وجدنا الآن نهاية f x لما x تؤول للصفر تساوي كم؟ صفر. لكن هنا لا نصل للصفر، لهذا نديرو قوس مفتوح بهذا الشكل دلالة على أن هاته ليست بنقطة. إذا عندكم x تؤول للصفر بقيم أصغر تساوي كم؟ صفر، ليست صفر صفر بالضبط وإنما قريبة من هذه. إذا هذه بداية السهم وهذه نهايته. إذا المنحنى يجي بهذه الطريقة. الآن بقي الآن هل نأخذ الجزء اللي في الأسفل أو في الأعلى؟ طبعا لو كان في الأعلى ممكن يجي بهذه الطريقة مستقيم مقارب بعدها بطنة، يعني يقطع الأفقي، هذا وارد ممكن يقطعه، واضح؟ الآن إذا كان اللي راه وضع التمرين وجد أن المنحنى يقطع المستقيم المقارب الأفقي راه يطلب منك الوضع النسبي. ما دام لم يطلب مني هذا فنأخذ الرسم الأقرب إلي، الأقرب الرسم هو أن نأخذ تحت بهذا الشكل، لأن إذا أخذنا الفوق لازم تحدد لي النقطة اللي يقطع فيها هذا المستقيم. طبعا واضح باللي ما يقطعوش، لو تحل المعادلة f لx كم تساوي؟ نريد أن ننظر هل المنحنى يقطع هذا المستقيم أو لا، مستقيم هذا المعادلة y يساوي 1، ما علينا إلا حل المعادلة fx يساوي 1. أسية 1 على x تساوي 1، 1 نكتبه على شكل أسية 0، معناه 1 على x يساوي 0، هذا مستحيل، الكسر يكون معدوم إذا كان بسطه معدوم، والواحد طبعا غير معدوم. لذلك الرسم الأقرب أن يكون تحت المستقيم. إذا هذا مستقيم مقارب تمشي معاه بهذه الكيفية ثم تبتعد عنه إلى هذه النقطة. لاحظوا بهذه النقطة لا يصل إليها المنحنى، والسبب لأن الصفر قيمة ممنوعة ليست له صورة. نعرج الآن إلى السهم الثاني بدايته. إذا ما هي بداية السهم؟ صفر بقيم أكبر، إذا هنا صفر ثم واش تقابلوا؟ زائد ما لا نهاية. كيف نحصل عليها؟ إذا الصفر كتابة طبعا غير جائز، الصفر هون هذا الصفر زائد ما لا تطلع الفوق زائد ما لا نهاية. واش من جهة؟ رانا في جهة أكبر من الصفر، ما دام مستقيم مقارب نديرو خط هنا وخط هنا، طبعا هذا مرفوض، لماذا؟ لأن في جهة أكبر من الصفر، إذا الرسم تبدأ من هذه بداية الرسم. إلى أين ينتهي الرسم؟ إلى نهاية السهم، أقربها زائد ما لا نهاية واحد. زائد ما لا نهاية واحد، كتابة غير جائز. زائد ما لا نهاية بالنسبة إلي هذه كنافذة، إذا هذه هي زائد ما لا نهاية تاع إكس. نطلعوا لواحد نطلعوا لهذا. خط فوقه وخط تحته. يكون بالقرب منه، لماذا؟ لأنه مستقيم مقارب في جوار الزائد ما لا نهاية. طبعا رأينا حسب الشرح أن المنحنى لا يقطع هذا المستقيم، وبالتالي هذا يكون مرفوض. والرسم يكون بهذه الكيفية. إذا هذا هو رسم المنحنى سي بهذا الشكل. بقي الآن سؤال أخير، نعتبر الدالة جي المعرفة على R ناقص الواحد بهذه العبارة، ومطلوب منا استنتاج رسم المنحنى سي جي انطلاقا من المنحنى سي. إذا مع السؤال الأخير رقم 5، فرضيات أعطيت لنا دالة معرفة بجي تساوي
أسية واحد على إكس ناقص واحد، واضحوها أكثر لكي تظهر جليا. إذن جي لي إكس تساوي أسية واحد على إكس ناقص واحد زائد واحد. إذن المطلوب في السؤال ألف شرح كيف نستنتج إنشاء سجل. إذن استنتاج إنشاء سجل انطلاقا من سجل. قلنا كما في التمرين، في التمرين الأول الحصة الماضية، نحاول نقارن بين جي وإف إكس، جي وإف ناقص إكس، جي وناقص إف إكس، أو جي لي إكس يساوي ناقص إف ناقص إكس. هذه التناظرات إذا لم نحصل على هذه المقارنة ننتقل إلى الانسحاب، يعني نحاول نكتب على الشكل جي لي إكس يساوي إف لي إكس زائد أر مثلا إلى آخره. إذا لو تدقوا جيدا، ما العلاقة اللي تربط بين جي و اف؟ طبعا لا ننسى أن مجموعة التعريف أعطيت لنا ار ما عدا الواحد، لأن الواحد يعدم المقام، يعني من ناقص من الواحد اتحاد من الواحد إلى زائد ما لا نهاية. إذا العلاقة اللي تربط بين، إذا أول شيء، أولا إيجاد علاقة بين تربط بين جي لي اكس و اف لي اكس. طبعا اذا كان العلاقه فيها صعوبه نوعا ما، اللي يوضع لك التمرين يعطيك مساعده لايجاد العلاقه، يعني يعطيك العلاقه ويطلب منك التحقق منها، لكن اذا كانت واضحه فوحدك تستطيع ان تستنتجها. لاحظ الان بين هذه وهذه ماذا تلاحظون؟ الاسيه هي نفسها الاسيه، لاحظوا الاس هذا واحده الاكس، والأس هذا واحد على إكس ناقص واحد، بمعنى أنه في مكان إكس كاين إكس ناقص واحد، وطبعا الواحد هذا على حد. إذا واش راكم تلاحظ الآن؟ نلاحظ أن عبارة جي لي إكس ما هي إلا إف، طبعا ليست إكس. لو كان جي لي إكس بهذه الكيفية أسية واحدة على إكس زائد واحد لكتبنا هذه هي إف إكس زائد واحد، لكن تلاحظون واش عندكم؟ أسية واحدة على إكس ناقص واحد. إذا ما هي؟ هي إف لي إكس ناقص واحد زائد واحد، وهذا قانون رأيتموه في السنة الثانية. ما معنى هذا؟ أي أن سي جي هو، دائما حاول تحفظها، جي منا والاف منا، سي جي هو صورة المنحنى سي اف اللي هو سي، بماذا؟ بالانسحاب الذي شعاعه. ذكروا معايا كيف نحصل على الشعاع، هاو القانون ذكركم به، جي اكس يساوي اف لي اكس زائد ا زائد بي. اذا نقول عندئذ سي جي هو صورة سي اف بالانسحاب الذي شعاعه، نعكس هذا اذا اصبح ناقص ا بي. هذا قانون درسناه في السنة الثانية بهذا الشكل. اذا ما هو هذا الشعاع؟ اذا اي مركبات كم؟ اذا تصبح لنا العدد الذي يعدم هذا هو واحد، واحد هذا يبقى كما هو. هذه اولا. ثانيا انشاء سي جي في معلم اخر، في معلم اخر لكي تتضح الامور اكثر. كيف ننشئ سي جي؟ هذا اول شيء نعيد المعلم، طبعا نحاول نكبر لكم الرسم. اذا هذا بالشكل التالي، ما دام منحنى فوق محور الفواصل لا نحتاج الى الجزء الاسفل من المعلم، ممكن نرسمه بهذه الكيفيه. اول خطوه نحدد
شعاع السحب. إذا نبقي نفس الوحدة، إذا هذا شعاع إي وهذا شعاع جي. نرسم أولا شعاع واحد واحد، يعني هذا واحد واحد يكون بهذه الكيفية هنا. إذا هذا شعاع، يعني هذا الشعاع السحب يكون بهذا الشكل، تسحب بهذه الطريقة هكذا. إذا لكي يسهل عليكم الرسم حاول الآن أن تغير المعلم. إذا عندك المعلم هنا O E J، نغيره إلى هذا المبدأ اللي هو نسميه A مثلا، A واحد واحد. إذا حاول نرسم الآن مستقيم آخر عمودي اللي هو محور التراتيب الجديد. إذا هذا محور التراتيب الجديد نرسمه بهذه الكيفية هكذا. هذا ما هو؟ هذا محور التراتيب الجديد. أيضا نرسم محور الفواصل الجديد، يعني سحبنا المعلم إلى هاته النقطة. تغيير المبدأ دون أن نغير الأساس. إذا هذا هو محور الفواصل الجديد وهذا محور التراتيب الجديد، والسحب يكون بهذه الكيفية. إذا لكي الرسم يكون بسيط نبقي على نفس الوحدات. إذا نحاول أن نكتب الوحدات. إذا هذا شعاع الوحدة إي بهذه الكيفية، أظن يهمنا هذا فقط. هنا أيضا هكذا، وفي هذه الجهة أيضا. ما علينا الآن إلا اعتبار أن الرسم هذا لكم تلاحظوا فيه نرسمه في المعلم الجديد، هذا المبدأ الجديد كأنه هو هكذا. إذا حاولوا تركزوا معي في اللمسات الأخيرة لهذا الرسم. أول خطوة هذا شعاع الوحدة إي وهذا شعاع الوحدة جي. لاحظوا الرسم كيفاش راه مكتوب. أول خطوة عندنا مستقيم مقارب معاد في إكغيك سوا واحد. إذا هنا نسحبه بهذا الشكل، إذا واحد. إذا هذا المبدأ الجديد، هذا بالنسبة لي إكغيك يساوي واحد، اللي هو في هذه الحالة هو إكغيك يساوي 2. إذا هذا هو مستقيم مقارب معادلته إكغيك يساوي 2 هكذا بهذه الكيفية. في الحقيقة السحب راه يكون بهذا الشكل، يعني هكذا، هذا واحد واحد تسحبوه هكذا الرسم. لكن باش الحل يجيكم ساهل وبسيط الرسم أنك تنقل لي هذا الرسم تنقله في المعلم الجديد. يعني هنا المبدأ داير هنا نصف دائرة تقريبا، هاك تلاحظ باللي النقطة هذه مش مأخوذة. وراها الآن المبدأ الجديد هو هذا، يعني تحاول تدير بهذه الطريقة هكذا والرسم يكون بهذا الشكل هكذا. ننقل الرسم في المعلم الجديد. بعد ذلك نرسم هذا المنحنى. هذا المنحنى تلاحظوا مستقيم مقارب محور التراتيب. هنا محور التراتيب الجديد أين هو؟ هذا محور التراتيب الجديد. الرسم يبدأ منه والرسم يكون بهذا الشكل. نكون بذلك قد أنشأنا المنحنى سيش. يعني لو تلاحظوا ونرسمه في معلم واحد تجد أن الرسم هذا سحب بهذه الطريقة، واحد واحد سحبناه بهذا الشكل كما هو موضح على الصبغ. هذا هو حل التمرين الثاني كما طلب منا. هذا تقريبا دراسة تغيرات دالتين، عطينا واحدة في الحصة الماضية وهذه في الحصة هذه، إضافة إلى بعض التمارين سوف نراها لاحقا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.